بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله آخر محاضرة لينا في الإندوكراين، هنتكلم فيها عن الإنسولين وعن الديابيتس ميليتس. نبدأ الأول بشوية كيمستري كده عن الإنسولين. إحنا عارفين إن الإنسولين هو بروتين هرمون، الاستراكشر بتاعه عبارة عن تو بولي بيبتايد تشينز. الاستراكشر ده إحنا خدناه قبل كده بس بفكركم بيه دلوقتي برضو. اتنين بولي بيبتايد تشينز اللي هي A chain and B chain. ال A chain كانت 21 امينو اسيد وال B chain كانت 30 امينو اسيد، وكان ال two chains دول بيرتبطوا ببعض ب inter chain disulfide bonds. خلاص، طيب تعالوا نبص كده على الرسمة بتاعتها. ادي عندي الانسولين، ادي عندي دي ال A chain اللي هي اللي هي لونها احمر، اللي فوق دي الاي تشين، واللي تحت دي كانت البي تشين بتاعتي. الاي تشين كده لو عدينا الامينو اسيدز اللي هي الدوائر الحمراء الصغيره دي هنلاقيها 21 امينو اسيد، والبي تشين هنلاقيها 30 امينو اسيد. وادي عندي الانتر تشين داي سلفايد بريدجز اللي رابطه التو تشينز مع بعضينا، ادي واحده اهي وادي واحده اهي. خلاص، طيب ال انتر تشين داي سلفايد بريدجز دي بتتعمل ما بين ايه؟ هي داي سلفايد بريدجز اس اس دي ما بين السيستيين امينو اسيدز اللي موجوده في التو تشينز. خلاص، السيستيين امينو اسيدز، فاول عندنا اول داي سلفايد لينكج بتبقى موجوده ما بين A 7 و B 7، يعني الأمينو أسيد رقم 7 في الـ A chain والأمينو أسيد رقم 7 في الـ B chain. أدي هنا دي زي ما احنا شايفين كده، لو جينا عدينا هنلاقي دوت الأمينو أسيد ده رقم 7 في الـ A chain وده رقم 7 في الـ B chain، وأدي الـ disulfide linkage اللي موجودة ما بينهم. طيب، والدايسلفايد التانية موجودة ما بين ال A20 وال B19، يعني الأمينو أسيد رقم 20 في ال A chain والأمينو أسيد رقم 19 في ال B chain. في بقى غير ال inter chain disulfide bonds اللي هي ما بين ال two chains، في عندي intra chain disulfide linkage موجودة في ال A chain بس intra chain بداخل ال chain A اللي هي ال disulfide linkage دي اللي احنا شايفينها دي. انترا تشين موجوده في الاي تشين بس، وبتربط السيستيين بتاع الامينو اسيد رقم 6 والامينو اسيد رقم 11 اللي موجودين في الاي تشين. خلاص كده، يبقى انا عندي في انترا تشين دايسلفايد لينكج في الاي تشين ما بين بقى 6 و11 امينو اسيد. ده بالنسبه للكيمستري بتاع الانسولين بروتين هرمون. طيب، ازاي بقى الانسولين بيتصنع؟ الانسولين كبروتين بيتصنع في البيتا سيلز بتاعت الايريس اوف لانجرهانز اوف البنكرياس. واول ما بيتصنع بيتصنع كموليكيول كبير لارج بريكيرسور بولي بيبتايد تشين، بقول عليه بري برو انسولين. موليكيول كبير قوي بري برو انسولين، عباره عن 109 امينو اسيدز. ال 109 امينو اسيدز دوت بتتحول بعد كده لبرو انسولين. خلاص، برو انسولين عن طريق ان انا بقطع حته من التشين الكبيره اللي هي 109 امينو اسيد دي. يعني هو زي ما احنا شايفين في الرسمه كده، ده البري برو انسولين. خلاص، الكبير دوت عباره عن ايه؟ عباره عن 109 امينو اسيد. ال 109 امينو اسيد ده بشيل منهم 23 امينو اسيد اللي هم اول 23 امينو اسيد، اجي من عند الان تيرمينال كده واشيل اول 23 امينو اسيد اللي بقول عليهم السيجنال بيبتايد، دول يتشالوا. خلاص، يبقى هيتبقى لي البرو انسولين، البري برو انسولين 109، اشيل منهم السيجنال سيكونس اللي هو 23 امينو اسيد الاولانيين دول، هيتحول الى البرو انسولين. بنقول عليه سيجنال سيكونس او بنقول عليه ليدر سيكونس اللي هم اول 23 امينو اسيد ريزيديوس. خلاص، طيب، وبعد كده في عندي كمان بعمل ازاله لكمان 35 امينو اسيد، يعني البري برو انسولين دوت اهو. خلاص، هاجي اشيل الحته الخضراء اللي تحت دي كلها، دي تقريبا 35 امينو اسيد.
خلاص. ويبقى لي بقى في الاخر الانسولين بتاعي العادي اللي هو عباره عن تو تشينز، الاي تشين والبي تشين بالدايسلفايد لينكجز اللي موجوده ما بينهم. بالنسبه للسي بيبتايد او السي تشين او الجزء اللي هي اللي انا قلت لكم احنا بنشيل 35 امينو اسيد من هنا عشان يبقى لي بقى ايه الانسولين العادي اللي هو 51 امينو اسيد. ال 35 دول اكشوالي مش بيتشالوا على بعضهم كده 35، انما ايه اللي بيحصل، انا باجي اشيل اتنين بقطع عشان افك يعني السي تشين دي، بقطع كده اتنين امينو اسيد من هنا واتنين امينو اسيد من هنا خلاص، يبقى انا شلت كده 4 امينو اسيد من ال 35، يبقى هيبقى لي السي تشين اللي بتطلع بقى على بعضيها كبيبتايد اللي هو السي تشين، او بنقول عليها السي بيبتايد، دي مهمه بقى قوي، السي بيبتايد دي بتطلع لي 31 امينو اسيد على بعضيها. امال باقي ال 35 فين، الاربعه راحوا فين، احنا بنجيلهم عشان واحنا بنفك، اتنين يطلعوا من هنا واتنين يطلعوا من هنا، اتنين امينو اسيد واتنين امينو اسيد يعني اربعه امينو اسيد بيتفكوا كده بانزيمز معينه، بنشيل الاربعه امينو اسيد ويبقى لي بيبتايد على بعضه اللي هو 31 امينو اسيد، ده اللي انا بقول عليه السي بيبتايد، يبقى السي بيبتايد 31 امينو اسيد. طيب الانسولين والسي بيبتايد بقى، انا كده صنعت الانسولين وخرج معاه برضو السي بيبتايد، الاثنين بيحصل لهم ستورج في البيتا جرانيولز في البنكرياس عندي في البنكرياتيك سيلز، ولما يحصل سيكريشن للانسولين بيطلعوا هما الاثنين مع بعض، يبقى يوبن سيكريشن زي ار discharged ان ايكوي مولر اماونتس، يعني بيطلع الانسولين ومعاه كميه مماثله من السي بيبتايد. طب ده يعني بيهمني في ايه حته السي بيبتايد دي، السي بيبتايد دي بتوريني الاندوجينس انسولين سيكريشن. يعني ايه الاندوجينس انسولين سيكريشن؟ يعني مثلا لو واحد ديابيتك وبياخد انسولين من بره خلاص، يعني بيتعالج بياخد انسولين، طيب اخدت منه عينة دم وعايزة اقيس الانسولين اللي البنكرياس بيطلعه، مش الانسولين يعني، انا عايزة اقيس دلوقتي كمية الانسولين اللي بتطلع من البنكرياس في الديابيتك بيشن دوت اللي بياخد انسولين من بره. طب الانسولين اللي انا هقيسه دوت، هبقى انا عارفة هل هذا هو الانسولين اللي انا بديهوله ولا اللي البنكرياس بيطلعه اللي بيطلع من البنكرياس خلاص. انا كده عايزه اعرف اذا كان البنكرياس بيطلع يعني في نفس بيطلع انسولين ولا لا، ساعتها مش هعرف غير لما اقدر اقيس السي بيبتايد، لو لقيت السي بيبتايد يبقى في البنكرياس في امل بيطلع حبه ايه انسولين بيساعده شويه في الموضوع. يبقى السي بيبتايد اللي هو 31 امينو اسيد ده مهم جدا عشان بيشو اس الاندوجينس انسولين سيكريشن. طيب هو احنا بنقيس اليونت بايه، بنقيس الانسولين بايه، بنقيس الانسولين باليونت خلاص. يعني مثلا مرضى الانسولين اللي بياخدوا انسولين خارجي من مرضى الدايبيتس اللي بياخدوا انسولين خارجي من بره، نيجي نقول له خد مثلا 5 يونت، خد 10 يونت، خد حسب بقى ما الدكتور هيقول له انت بتاخد الجرعه بتاعته قد ايه، بيحسبها باليونت خلاص. اليونت دي بتورينا يعني ايه يونت، يعني قد ايه اليونت دي، وليه هم اصلا كانوا بيقيسوها باليونت خلاص. ليه زمان؟ عشان كميه الانسولين ضئيله جدا، فما كانش في طريقه لقياسه، فكانوا بيقولوا فكنا بنحسبها كده باليونت. اليونت دي بتوريك البيولوجيكال اكتيفيتي اوف ذا كومباوند. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا بيقول لك ان الانسولين يونت دي كميه الانسولين required to reduce، عشان نقلل الكمية اللي محتاجينها عشان نقلل البلاد جلوكوز ليفل في نورمال رابت، نورمال فاستنج رابت، في ارنب نورمال فاستنج وزنه 2 كيلو نقللها له من 120 الى 45 مللي جرام بير دي سيليتر، هي دي وحده الانسولين. يبقى البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعه ال1 يونت كده ان هي تقلل لك البلاد جلوكوز ليفل في نورمال 2 كيلو جرام فاستنج رابت من 120 الى 45 مللي جرام بير ديسيليتر، ده الاكتيفيتي بتاعتها، الاكشن بتاع اليونت هتعمل لك كده خلاص. فطبعا دلوقتي احنا يعني بطرق القياسات الحديثه بنعرف نقيس طبعا مش باليونت، يعني احنا دلوقتي عرفنا ان الانسولين يونت يساوي 35 مايكرو جرام خلاص عادي بقى. خلاص الدنيا تطورت دلوقتي وبنعرف نقيس، بس لازلنا بنستخدم اليونت في التريتمنت، وفي يعني لازلنا بنستخدم اليونت، ما فيش مشكلة فيها خالص، بس عرفنا دلوقتي من طرق القياس الحديثة ان اليونت دي تساوي 35 مايكرو جرام خلاص،
مش مشكلة الحتة دي تعرفوها، بس دي بس عشان تعرفوا، هتسمعوا كتير قوي ان مرضى السكر اللي بياخدوا انسولين من بره ياخد له مش عارفة كام وحدة الصبح وكام وحدة بالليل، هي دي اليونت يعني shows a biological activity of the compound. طيب بالنسبة لي احنا بنطلع بقى قد ايه، كام يونت في اليوم؟ احنا النورمال ادلت هيومن سبجكت بيطلع لنا حوالي، بنطلع احنا حوالي 50 يونت اوف انسولين ار سيكريتد بير داي، يعني احنا كل يوم بنطلع حوالي 50 يونت. خلاص طب اللي بنطلعه ده ال 50 يونت دول بيمثل 20% من التوتال انسولين ستورد ان ذا بانكرياس، يعني انت تطلع 50 ومخزن انت 250 يونت في البنكرياس بتاعتك. طيب بالنسبة لحتة الكاتابوليزم بتاع الانسولين، الحتة دي مش موجودة عندكم فهي معلوماتها بسيطة، اسمعوها مني وضيفوها. الكاتابوليزم الانسولين هيكسر ازاي؟ والله under normal conditions البلازما هاف لايف بتاعة الانسولين من 3 إلى 5 دقايق، من 3 إلى 5 دقايق دي البلازما هاف لايف. يعني ايه الهاف لايف؟ يعني الزمن اللي كمية المادة هتوصل فيه للنص. خلاص يعني ايه برضو؟ يعني مثلا لو قست الانسولين في الدم دلوقتي لقيته طلع مثلا 20 يونت، خلاص المفروض بعد 3 الى 5 دقائق الاقيهم 10، طب بعد كمان 3 الى 5 دقائق الاقيهم 5. خلاص يبقى الهاف لايف بتاع الانسولين من 3 الى 5 دقائق. طب مين هي الميجور اورجانز اللي انفولفد في الانسولين كاتابوليزم؟ الليفر والكيدني والبلاسينتا. خلاص ليفر وكيدني وبلاسينتا، ليفر والكيدني والبلاسينتا. طيب بيتكسر ازاي؟ في عندي طريقتين مسؤولين عن تكسير الانسولين، يا اما عن طريق انسولين سبيسيفيك بروتيزس. خلاص بروتيزس يعني ايه بروتيزس؟ بروتيزس يعني الانزيمز اللي بتكسر البروتين، ما احنا متفقين ان الانسولين هو عباره عن بروتين، انسولين سبيسيفيك بروتيزس، البروتيزس خاصه بتكسير الانسولين. طيب الانسولين سبيسيفيك بروتيزس دول موجودين في ميني تيشوز، لكن الهايست كونسنتريشن بتاعهم موجودين في اللي احنا قلنا عليهم دول، في الليفر والكيدني والبلاسينتا. طيب دي اول طريقه انسولين سبيسيفيك بروتيزس. تاني طريقه بقى، تاني طريقه عن طريق انزيم اسمه جلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز، من اسمه كده انتوا هتعرفوا على طول الاكشن بتاعه، جلوتاثيون انسولين، جلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز، ترانس هيدروجينيز. طب من اسمه كده جلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز، مبدئيا الانزيم ده موجود موستلي في الليفر. طيب بيعمل ايه بقى؟ بينقل لك الهيدروجينز من الجلوتاثيون، هو بيستخدم الجلوتاثيون كهيدروجين دونر. الجلوتاثيون لو نفتكر الاستراكشر بتاعه ايام زمان كنا بنكتبه كده GSH هيدروجين دونر، بيستخدم الجلوتاثيون كهيدروجين دونر عشان نعمل ايه بقى؟ نعمل ريدكشن للدايسلفايد بريدجز ما بين التشين A والتشين B، عشان احنا عارفين هنا دول الدايسلفايد بريدجز دول، تخيل انت بقى نقلت له هيدروجين هتبقى هتتحول كل واحده فيهم الى SHSH. خلاص كده يبقى انت كده ايه فكيت الرابطه اللي ما بين A وB، نعمل سيباريشن للتو تشينز فروم ايتش اذر. خلاص وبعد كده بعد ما ينفصلوا بقى خلاص ما بقاش انسولين، هو انسولين لازم ياخد الفورم بتاعه دوت، تو تشينز ماسكين في بعض بالايه بالدايسلفايد لينكجز. فانت فكيت اللينكجز دي عن طريق استخدامك للجلوتاثيون كهيدروجين دونر، خدت منه الهيدروجين وحولت الاس اس الى اس اتش اس اتش، فصلتهم عن بعض. خلاص فيتفصلوا بقى عن بعض يبقوا تشينز عاديه، بولي بيبتايد تشينز عاديه، تتكسر بقى عن طريق الايه عادي بقى يحصل لها بروتيوليسيس، نكسرها الى امينو اسيدز مختلفه. دي قصة الكاتابوليزم باختصار، هي ما فيهاش اي جديد خالص غير ان احنا نعرف ان الليفر والكيدني والبلاسينتا هم دول اشهر اورجانز بيحصل فيهم كاتابوليزم للانسولين بتاعنا، وفي عندي طريقتين، يا اما انسولين سبيسيفيك بروتيزس يا اما جلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز اللي موجود موستلي في الليفر. الجلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز ده مينلي ليفر. خلاص وعرفنا يعني ايه الهاف لايف تايم، وعرفنا ان الانسولين البلازما هاف لايف بتاعه من 3 الى 5 دقائق.
بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين بقى، نرجع للمحاضرات اللي فاتت لما اتكلمنا عن الانسولين ريسبتور والميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين. دي بقى تتذاكر كويس لان هي تعتبر تبع الموضوع دوت وتبع موضوع الايه الريسبتورز والتيروزين كاينيزس والسكند ماسنجرز اللي احنا اتكلمنا عنهم. خلاص يعني نشبك دي في دي بقى، الميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين نراجعها من المحاضرات اللي فاتت. طب بالنسبه للميتابوليك افكتس اوف انسولين، دي بقى المشكله بقى الكبيره في ايه، لان هنحاول هنا نتذكر كل ما اخدناه في الميتابوليزم في السمر كورس، فدي يعني ايه هتتعبوا فيها شويه بس يعني هنحاول نتذكرها كده واحده واحده مع بعض، لان الانسولين له دور كبير جدا في الريجوليشن اوف ميتابوليزم في كل حاجه بقى اخدناها، كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، الالكترولايتس، الووتر والالكترولايت بالانس، كل حاجه تقريبا الريجوليشن بتاعها داخل فيها الانسولين. فتعالوا مثلا نشوف مثلا الابتيك اوف جلوكوز باي تيشوز. مش اتكلمنا عن ان الانسولين بيسهل الممبرين ترانسبورت اوف جلوكوز عن طريق فاتكلمنا مثلا الفاسيليتيت الديفيوجن اوف جلوكوز في المصل، قلنا ما بيحصلش غير لما يكون في انسولين، الجلوكوز ترانسبورترز فور اللي موجوده في المصل وفي الاديبوس تيشو وفي الهارت، قلنا ان دول انسولين ديبندنت، صح؟ الجلوكوز ترانسبورتر فور اتكلمنا ان هما ايه، انسولين ديبندنت. فانا عندي الانسولين بيعمل فاسيليتيت الممبرين ترانسبورت اوف جلوكوز، الفاسيليتيت الديفيوجن اوف جلوكوز في المصل، مش في المصل بس على فكره، في المصل وفي الهارت وفي الاديبوس تيشو، ده انهانسد باي انسولين اللي هم محتاجين جلوكوز ترانسبورتر فور. خلاص دول انسولين ديبندنت. طب الناس اللي عندها دايابيتس، الناس اللي عندهم دايابيتس ميليتس الترانسبورتر اللي هو جلوكوز ترانسبورتر 4 از ريديوسد، هيبقى عندهم مشكله في حته ان احنا ندخل الجلوكوز للتيشوز اللي معتمده على الجلوكوز ترانسبورتر 4 في الفاسيليتيت الديفيوجن اوف جلوكوز. طيب انما لو نتذكر برضو ان كان الجلوكوز ابتيك في الليفر بقى كان معتمد على جلوكوز ترانسبورتر 2 which is independent، مش معتمد على الانسولين. خلاص والليفر من اهم الاورجنز اللي بتتعامل مع الجلوكوز. طيب ده بالنسبه للابتيك اوف جلوكوز باي تيشوز، محتاجه الانسولين في التيشوز اللي هتحتاج الجلوكوز ترانسبورتر 4 في الفاسيليتيتد ديفيوجن اوف جلوكوز، المصل، الاديبوس تيشو والهارت زي ما خدنا في الجي اي تي. طيب بعد ما اخدنا الجلوكوز برضو الانسولين هيساعدني عشان اعمل يوتيلايزيشن اوف جلوكوز، يبقى هو ساعدني الاول ان انا ادخل ابتيك اوف جلوكوز باي تيشوز وبعد كده بعد الابتيك يوتيلايزيشن بقى. طيب اليوتيلايزيشن هيستخدم الجلوكوز ازاي؟ الجلايكوليسيس دي اهم حاجه، طب الجلايكوليسيس الانسولين، من غير انسولين مفيش جلايكوليسيس، الجلايكوليسيس استيميوليتد باي انسولين. ليه؟ لان الاكتيفيتي والاماونت بتاعت الكي انزيمز اللي مسؤوله عن عمليه الجلايكوليسيس مش هيحصل لهم اكتيفيشن غير في وجود الانسولين. مين هم بقى الكي انزيمز؟ لما نتذكر الكي انزيمز بتاعت الجلايكوليسيس، عندي الجلوكوكاينيز، الفوسفوفراكتوكاينيز، والبايروفيت كاينيز. خلاص طيب ايه كمان من اليوتيلايزيشن غير ان هو يحرقهولي في الجلايكوليسيس؟ يخزن جلايكوجين سينسيز انزيم برضو اكتيفيتد عن طريق الانسولين. خلاص عشان نخزن الجلوكوز على هيئه جلايكوجين في الليفر، عمليه الجلايكوجينيسيس. طيب ايه كمان الانسولين هيعمل ايه؟ هيخلصني من الجلوكوز ازاي؟ الانسولين بيحفز او فيفرز السينثيسيس اوف فاتي اسيد من الجلوكوز، يصنع لك فاتي اسيد من الجلوكوز، كل دي طرق عشان اتخلص من الجلوكوز. دخل لي كميه جلوكوز كبيره، اوزعها على التيشوز، اعمل لها ابتيك، وبعد ما يحصل لها ابتيك اعمل لها يوتيلايزيشن بكافه الطرق، جلايكوليسيس، جلايكوجينيسيس، او احوله الى فاتي اسيد. خلاص احول الجلوكوز الى فاتي اسيد. هو ازاي انا بحول الجلوكوز الى فاتي اسيد؟ اللي هي عمليه اسمها عمليه ايه؟ ازاي صنع الفاتي اسيدز عموما؟ افكركم كده بالحته دي، الفاتي اسيد بصنعها من الاسيتايل كو اي اللي هي البيلدنج يونت بتاعه الفاتي اسيدز، صح؟ طيب امال الاسيتايل كو اي ده جاي منين؟
مش الجلوكوز لما عن طريق الجلايكوليسيد يديني بيروفيت، البيروفيت يحصل له اوكسيداتيف ديكربوكسيليشن يديك اسيتايل كو اي which is the building unit of fatty acid. خلاص يبقى عندي الانسولين يعمل لك جلايكوليسيس، يعمل لك جلايكوجينيسيس، يحول لك الجلوكوز الى فاتي اسيد. اي طريقه اتخلص بيها من الجلوكوز الانسولين بيحفزها لك. طيب بالنسبه بقى للانسولين بعد اللي حصل ده كله، ان هو حسن لي، ان هو ساعدني في الابتيك واليوتيلايزيشن، وبالتالي هو كده الافكت بتاعه لو هايبوغلايسيميك افكت، عن طريق ان هو قلل لي البلاد جلوكوز ليفل، عن طريق انه ساعد اليوتيلايزيشن والابتيك واليوتيلايزيشن والستورج زي ما اتكلمنا في حته الجلايكوجينيسيس. بس غير الحاجات دي في الهايبوجلايسيميك افكت، برضو منع لي حاجتين مهمين جدا. منع لي ايه بقى؟ منع لي عمليه الجلوكونيوجينيسيس. يعني ايه جلوكونيوجينيسيس؟ افكركم بيها، يعني تصنيع الجلوكوز من نون كربوهيدرات سورس. وعرفنا ان الموضوع ده بيحصل مينلي في الليفر، ويعني وشويه كده في الكدني، بس مينلي بيحصل في الليفر. طيب يبقى الانسولين هيعمل ايه في الجلوكونيوجينيسيس؟ نعرف كده، نحط في دماغنا ان الانسولين على طول له هايبوجلايسيميك افكت. يبقى ما دام الجلوكونيوجينيسيس تصنيع جلوكوز، يبقى هيعمل لها انهيبيشن. الموضوع دوت هيعمل ريبريشن للانزيمز اللي هتدخلنا في جلوكونيوجينيسيس، اللي هم كانوا مين بقى؟ لو تحبوا بقى تتذكروا الباسوي بتاع جلوكونيوجينيسيس، هتلاقوا ان انا عندي الكي انزيمز اوف جلوكونيوجينيسيس هو البيروفيت كاربوكسيليز، البيبيك اللي هو فوسفوينو البيروفيت كاربوكسي كايناز، والجلوكوز 6 فوسفاتيز. لو نفتح بس كده الباثوي بتاع الجلوكونيوجينيسيس، نتذكر الباثوي دوت، هنلاقي دول الثلاثه كي انزيمز اللي بيساعدوني في عمليه الجلوكونيوجينيسيس. اللي يقدر يحفظهم كده يحفظهم، اللي عايز يفهمهم يفتح الايه الباثوي اللي اتكلمنا عنه بتاع الجلوكونيوجينيسيس. طب ايه كمان هلاقيه؟ كمان بيعمل لي انهيبيشن للجلايكوجينوليسيس، يعني تكسير الجلايكوجين. احنا لسه قايلين من شويه انه بيحفز الجلايكوجينيسيس، يبقى اكيد هيعمل انهيبيشن للجلايكوجينوليسيس عن طريق بقى ايه؟ برضو يظبط الانزيم بتاع الجلايكوجينوليسيس اللي هو اسمه جلايكوجين فوسفوريليز انزيم، و برضو الجلوكوز 6 فوسفاتيز. التو انزيمز دول مهمين في عملية الجلايكوجينوليسيس. يبقى النتيجة النهائية كلها ان انا قللت البلاد جلوكوز ليفل، عملت لو هايبوغلايسيميك افكت. خلاص يبقى زودت الابتيك واليوتيلايزيشن، ومنعت كل حاجة تطلع لك جلوكوز، يعني منعت الجلوكونيوجينيسيس ومنعت الجلايكوجينوليسيس. ده بالنسبة لي الهايبوغلايسيميك افكت. عشان كده بقى الناس الديابيتك هنلاقي عندهم ايه؟ هنلاقي عندهم ديستوربت كربوهيدرات ميتابوليزم، يعني هيقل الابتيك واليوتيلايزيشن، وهيزيد البرودكشن، هيزيد الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس اوف جلوكوز. فهيبقى عندهم ايه بقى؟ هيبقى عندهم هايبر جلايسيميا وما يليها بقى من ايه؟ من سيمتومز نتيجه الهايبر جلايسيميا. يعني هيكون عندهم هايبر جلايسيميا، وبالتالي الجلوكوز هينزل في اليورين، هيبقى عندهم جلوكوزوريا. خلاص؟ طيب وايه كمان؟ مش احنا دايما نسمع ان هم عندهم بوليفيجيا. ليه بوليفيجيا؟ لان هيقل الابتيك اوف جلوكوز عن طريق الساتايتي سنتر في البرين. الساتايتي سنتر في البرين دوت مركز الشبع، موجود في الهايبوثالاموس، والجزء ده من البرين محتاج انسولين عشان يدخل الجلوكوز ليه. تمام؟ طيب مش هيدخل الجلوكوز، يبقى الراجل ده هيحس على طول ان هو جعان، هيعمل هانجر، فده هيبقى عندهم ايه؟ بوليفيجيا. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ يبقى هيبقى عنده هايبر جلايسيميا، جلوكوزوريا، وبالتالي هيبقى عنده بوليوريا، وهيبقى كمان عنده زي ما قلنا البوليفيجيا. طيب بالنسبه للليبيدز بقى، الانسولين يساعد عمليه اللايبوجينيسيس. يعني ايه لايبوجينيسيس؟ يعني تصنيع التراي اسايل جليسرولز برينسيبلي فروم كربوهيدرات. فالانسولين يساعد عمليه اللايبوجينيسيس. طب اللايبوجينيسيس دي عشان اصنع تراي اسايل جليسرول محتاجه ايه؟ محتاجه جليسرول ومحتاجه فاتي اسيد. واحنا لسه قايلين من شويه ان احنا الجلايكوليسيس يدينا بيروفيت عن طريق البيروفيت هيدروجينيز يدينا اسيتايل كو اي، والاسيتايل كو اي هي البيلدينج
يونت في عمليه الفاتي اسيد سينثيسيس. يبقى انا كده جبت له اللي عملت له الفاتي اسيد صح، وكمان بجيب له الجليسرول. طب ما انا بجيب له الجليسرول منين؟ مش برضو في الجلايكوليسيس؟ كل الحاجه بتتمحور على الميتابوليك باسويت بتاعه الكربوهيدرات، مش في الجلايكوليسيس. الجلوكوز اتكسر وادانا الذهب الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت اللي كانت احد خطوات الجلايكوليسيس. خلاص الذهب دوت اللي هو الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت كان بيدينا نعمل له ريدكشن، يعني كان بيدينا الجليسرول 3 فوسفيت. ادي ده الجليسرول 3 فوسفيت، هو ده اللي هستخدمه اشبك فيه الفاتي اسيد اللي صنعته من الاسيتايل كو اي ويديني تراي ايسايل جليسرول. كله عباره عن ميتابوليك باسواي اللي موجوده في الكربوهيدرات ميتابوليزم. يبقى تاني هو الانسولين هيساعد في عمليه اللايبوجينيسيس. ليه هيساعد عمليه اللايبوجينيسيس؟ لاني انا في اللايبوجينيسيس يعني بصنع تراي اسيل جليسرول، يعني محتاجه جليسرول ومحتاجه فاتي اسيد. الفاتي اسيد هجيبها منين؟ من الاسيتايل كو اي. الاسيتايل كو اي جاي منين؟ جاي من البيروفيت. البيروفيت جاي منين؟ جاي من الجلايكوليسيس. اللي ساعد كل دوت مين؟ الانسولين. طيب في حاجة كمان مهمة قوي في حتة اللايبوجينيسيس، ان لو نتذكر بقى عملية اللايبوجينيسيس او الفاتي اسيد سينثيسيس كانت محتاجة قوي ناد بي اتش. خلاص ناد بي اتش. طيب الانسولين هيساعدني ازاي ان انا احصل على ناد بي اتش؟ عن طريق انه بيساعد عملية الباسواي، يعني بيمشي في اتجاه ال اتش ام بي شنط، بيساعد الباسواي دي ان هي تحصل. اصل هي احد الباسوايز اللي بصرف فيها الجلوكوز. اي باسواي هتحس ان انت بتصرف فيه الجلوكوز او بتحرقه او بتعمل له اي يعني بتشتغل عليه باي طريقه كانت، يبقى الانسولين له يد فيها بيساعدها. خلاص طيب كانت اهم حاجه في ال اتش ام بي شنط ديت كانت ايه؟ كنا بنقول من اهم الحاجات اللي بستفيدها من الاتش ام بي شنط ان انا اخد النات بي اتش، والنات بي اتش محتاجاها في الفاتي اسيد سينثيسيس. طيب مين اللي هيجيبها لي؟ ما هو الانسولين هيساعد الاتش ام بي شنط، وبالتالي هيطلع لي النات بي اتش، وبالتالي هيساعدني في عمليه اللايبوجينيسيس. يبقى الانسولين هيساعد اللايبوجينيسيس بكل ما تحتاجه هذه العمليه. عايزه جليسرول هيجيب لها جليسرول من الجلايكوليسيس، عايزه فاتي اسيد هيجيب لها اسيتايل كو اي برضه من الجلايكوليسيس، عايزه نات بي اتش هيجيب لك نات بي اتش بس من ايه؟ من الاتش ام بي شنط. يبقى الانسولين هيعمل لي لايبوجينيسيس وهيمنع اللايبوليسيس بقى العكس، يعني زي ما قلنا ان هو بيعمل جلايكوجينيسيس وبيمنع الجلايكوجينوليسيس، هنا برضو بيعمل لايبوجينيسيس وهيمنع اللايبوليسيس، يعني هيمنع تكسير التراي اسايل جليسرول، هيمنع اللايبوليسيس اللي موجوده في الاديبوس تيشو. ازاي؟ هو مين اللي كان اهم حاجه بيعمل لايبوليسيس؟ الانزيم اللي اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. وناخد بالنا من المسمى ده لان اللايبيزز انواع كتير، بس الهرمون سنسيتيف لايبيز هو اللي كان بيساعد عمليه اللايبوليسيس في الاديبوس تيشو. الانسولين بقى يجي عليه يعمل له كروتس، يعمل انهبيشن لهذا الانزيم، وبالتالي مش هيبقى عندي لايبوليسيس، هيبقى عندي لايبوجينيسيس انما مش هيبقى عندي لايبوليسيس. خلاص طيب عشان كده بقى الناس اللي عندها دايابيتس هنلاقي عندهم زياده في الليفل بتاع الفري فاتي اسيد في البلازما. ليه؟ ما حصل بقى عندهم العكس، حصل عندهم ان اللايبوليسيس هو اللي زاد، لان الانهبيتوري افكت على عمليه اللايبوليسيس ما بقاش موجود لان ما عندهمش انسولين، وبالتالي هيبقى عندهم زياده في الفري فاتي اسيد في البلازما. يبقى الانسولين يساعد اللايبوجينيسيس ويحارب اللايبوليسيس. طيب دي مشكله بقى في الناس اللي عندها دايابيتس، هيبقى عندهم طبعا ديستوربد ليبيد ميتابوليزم، وزي ما قلنا دلوقتي ان عندهم زياده في الفري فاتي اسيد في البلازما، مشكله كبيره. ليه؟ لان هيحصل لها ابتيك في الليفر، الليفر هيجي له كميه كبيره من الفري فاتي اسيد، هيعمل فيها ايه بقى؟ الليفر هياخد جزء منها وتتحول الى تاني يعمل لها استريفيكيشن مع الجليسرول ويحولها لك تاني لتراي اسايل جليسرول. فالليفر كده هيبقى عنده هايبر تراي اسايل جليسروليميا، يبقى هيدخل في ايه؟ هيدخل في فاتي ليفر على طول. طيب جزء تاني من الفاتي اسيد يعني حبه هيتحولوا لتراي اسايل جليسرول، ويبقى الراجل ده عنده فاتي ليفر، وده طبعا شهير جدا مع الناس اللي عندها دايابيتس. وجزء تاني هيتاكسد فاتي اسيد، يحصل له اوكسيديشن في الليفر، ويديك ايه بقى؟ الفاتي اسيد لما تتاكسد هترجع تاني للبيلدنج يونت بتاعتها الاوليه اللي هي مين؟ اسيتايل كو اي.
خلاص. طب ترجع لاسيتايل كو ايه، الاسيتايل كو ايه كتير دوت يروح رايح في انهي سكك بقى، يتحول على طول الاسيتايل كو ايه يروح في سكه تصنيع الكوليسترول. لو نفتكر برضو الباسوي بتاع الكوليسترول سينثيسيس هنلاقي كان اولها خالص ان احنا بنستخدم اسيتايل كو ايه. يبقى الاسيتايل كو ايه الزياده دوت اللي جاي من الفاتي اسيد اوكسيديشن اللي راحت بكثره على الليفر يتحول الى كوليسترول. عشان كده برضو الناس الدايابيتيك عندهم هايبر كوليستروليميا صح. وايه كمان، او يتحول في سكه تانية الاسيتايل كو ايه بقى، سكه تانية اللي هي ايه، كيتون بودي فورميشن. برضو لو نفتكر الكيتون بودي ميتابوليزم هنلاقي في اثناء الكيتوجينيسيس كنت على طول اول خطوه برضو ان انا بستخدم اسيتايل كو ايه عشان اصنع الكيتون بوديز. فبرضو اكسس كيتون بودي فورميشن ممكن تدخلوا فيه حاجه اسمها كيتوزيس، ويدخل بقى اللي هم الناس الدايابيتك هتاخدوها بعد كده ان شاء الله قدام، ان هم بقى يدخلوا في الدايابيتك كوما، يدخلوا في كيتوزيس كيتونيميا وكيتو وكيتونوريا، ويحصل لهم اسيدوزيس ويدخلوا في الدايابيتك كوما نتيجة لزيادة الكيتون بودي فورميشن. طيب يبقى دلوقتي عندي حتة الليبيد دي مهمة قوي في ايه بقى، اصل كل اللخبطة اللي جاية دي وتأثير بقى الدايابيتس على حاجات تانية. يعني مثلا زي ما قلنا من شوية ان عنده هايبر كوليستروليميا، يبقى هيجي له ايه، هيجي له اثيروسكليروزيس. عشان كده الناس اللي عندهم دايابيتس هتلاقي عندهم غالبا يعني هيبقى عندهم هايبرتنشن، وما دام دايابيتس وهايبرتنشن يبقى غالبا برضو يعني هيجي لهم ايه، هيجي لهم كورونري هارت ديزيزز غالبا. يعني هتلاقي الناس اللي عندها كورونري هارت ديزيزز هتلاقيهم دايابيتك اند هايبرتنسيف. خلاص طيب، يعني هو مثلث كده، واحد بيجيب التاني بيجيب التالت وهكذا. طيب في حد هيقول لي بقى ايه هو يعني ليه الاسيتايل، ما هو الفاتي اسيد لما راح للليفر وحصل له اكسيديشن وادانا اسيتايل كو ايه، طب ما نحرق الاسيتايل كو ايه في الكريبس سايكل يعني، ودي تبقى بدل ما نحوله الكوليسترول ونحوله الى كيتون بوديز، طب ما نحرقه في الكريبس سايكل. نفكر كده يعني، هي محتاجة حد يكون بقى ايه حافظ تماما اللي خدناه في السمر كورس، وده نادرا يعني، بس يعني ايه حد يحاول يجيبها كده. نحرقه في الكريبس سايكل اصلا لما تيجي تفكر في الناس الدايابيتك دي هتلاقي ان عندهم انهيبيشن للكريبس سايكل. ليه؟ الكريبس سايكل عندهم مش شغاله كويس. ليه؟ اصلي كان اهم حاجه عشان تدور لي الكريبس سايكل انا محتاجه مكون مهم قوي اللي هو الاوكزالو اسيتيت. خلاص كان الخطوات الاساسيه الاوكزالو اسيتيت يتفاعل مع الاسيتايل كو اي. طب هو انا عندي اوكزالو اسيتيت، طب افكر كده، هو الاوكزالو اسيتيت ده كان بيجي منين؟ كان بيجي من البيروفيت. البيروفيت عن طريق بيروفيت كاربوكسيليز يدينا اوكزالو اسيتيت. طب هو انا اصلا عندي بيروفيت؟ هو انا عندي جلايكوليسيس، الجلوكوز بيتحول الى بيروفيت؟ لا، ما عنديش الكلام ده، يبقى ما عنديش اوكزالو اسيتيت. الاوكزالو اسيتيت بتبقى ليس افيلابل في الناس اللي هم عندهم ايه، دايابيتس. يبقى انا هدفع الاسيتايل كو ايه دفعا لانها تمشي في الباسويز الاخرى اللي هي تصنيع الكوليسترول وتصنيع الكيتون بوديز. عشان كده هيبقى عندهم هايبر كوليستروليميا، وهيبقى عندهم زياده في الكيتون بودي فورميشن. دول مين؟ الناس الديابيتك. خلاص على فكره برضو حته الانهيبيشن بتاع الكريبس سايكل او التراي كاربوكسيليك اسيد سايكل دي بتعمل ديكريس في الاي تي بي فورميشن، مش هيبقى عندهم اي تي بي. عشان كده دايما حاسين بويكنس، الناس دي حاسين دايما بويكنس. طيب في حته كمان مهمه برضو قوي احب اقولها لكم في هنا، ان الهايبر كوليستروليميا غير ان سببها تصنيع الكوليسترول من الاسيتايل كو ايه الزياده، في عندي ايه، مش انا لما بودي فاتي اسيد كتير للليفر يتحول الى تراي اسايل جليسرول. طيب هو الليفر كان بيصدر لي تراي اسايل جليسرول، يخرجها الزياده دي يخرجها ازاي من الليفر؟ بيخرجها على ايه، في ال دي ال، الفيري لو دينستي لايبوبروتين. معلش هي شبكة عنكبوتية من الميتابوليك باسويز، بس يعني هو الدايابيتس هو لامم كل ده. كنا بنقول ايه، يبقى انا دلوقتي عندي ال VLDL هيزيد صح، ال VL very low density lipoprotein اللي هي lipoprotein particles اللي كانت بتتكون في الليفر واللي كان مكونها الهم قوي التراي اسال جليسرول. دلوقتي الليفر مليان تراي اسال جليسرول، يبقى هيطلع لي VLDL كتير صح.
طيب ال VLDL ال Very Low Density Lipoprotein دي مش كانت بتتكسر عن طريق انزيم اسمه Lipoprotein Lipase؟ اه كانت بتتكسر بالليبوبروتين لايبيز. هي ال VLDL دي اصلا بارتكلز شايله كوليسترول وتراي اسيل جليسرول، يعني هي دهون الليفر بيطلعها تمشي في الدم بتاعتك، كريات الدهون اللي احنا قلنا عليها زمان. خلاص طيب دي عشان تتكسر ويحصل لها ميتابوليزم محتاجه الليبوبروتين لايبيز. تمام طيب الليبوبروتين لايبيز الانديوسر بتاعه انسولين، طب هما ما عندهمش انسولين يبقى هيبقى تعبان، الليبوبروتين لايبيز هيبقى تعبان، يبقى الفي ال دي اللي عنده هتبقى ايه؟ هتبقى عاليه. خلاص وبالتالي ده هيزود الهايبر تراي اسايل جليسروليميا اللي عندهم والهايبر كوليستروليميا اللي عندهم. تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للليبيد ميتابوليزم. طيب الانتي كيتوجينيك افكت بتاع الانسولين، ما احنا اللي احنا قلناه بقى لو في انسولين مش هيبقى في كيتون بوديز، لسه قايلينه من شويه. لان في وجود الانسولين الاسيتايل كو اي هيبقى كومبليتلي يوتيلايزد في السيتريك اسيد سايكل، ونمشي في السيتريك اسيد سايكل القصه بتاعتنا اللي احنا لسه قايلينها. وناخد بالنا برضو ان ان الانسولين بيعمل ديبريشن، يعني بيقلل او ريبريشن للانزيم بتاع ال اتش ام جي كو اي سينسيز اللي هو بيصنع لي مين؟ اللي هو بيصنع لي الكيتون بوديز، وبالتالي ها عمليه الكيتوجينيسيس هتبقى ديكريزد. خلاص يبقى اصلا العمليه نفسها بيقفل لي الانزيم بتاعها اللي هو اسمه اتش ام جي كو اي سينسيز. خلاص غير انه بيقفل الانزيم بتاعها مش بيوفر لي السبستريتس بتاعتها، مش بيوفر لي الاسيتايل كو اي، لان الاسيتايل كو اي زي ما قلنا يروح يتحرق في الكريبس سايكل، ده في الناس النورمال. خلاص طيب يبقى له انتي كيتوجينيك افكت، والناس الدايابيتك هيبقى عندهم كيتوزيس. طيب في بقى عندي افكتس اخرى بقى على البروتين، مثلا الانسولين انابوليك هرمون. خلاص وبالتالي البروتين سينثيسيس بيبقى بروموتد والديجراديشن بيبقى ريتاردد، يبقى بيقلل الديجراديشن اوف بروتين وبيزود البروتين سينثيسيس، هو اصلا انابوليك هرمون، وكمان بيعمل ستيميوليشن للسيلز ريبليكيشن. طيب بالنسبه برضو لحته ان هو لو افكت على البروتين سينثيسيس هو كانابوليك هرمون، فالناس بقى الطيب اللي هم الديابيتك هيعانوا من ايه؟ هيبقى عندهم طبعا decreased البروتين synthesis. خلاص وفي حتة برضو مهمة قوي، في عندي ما هم عندهم ما فيش انسولين، فالانسولين بيبقى عندهم غايب في عملية الجلوكونيوجينيسيس اللي هي تصنيع الجلوكوز من نون كربوهيدرات سورس، هتبقى شغالة بدرجة كبيرة. خلاص فمن ضمن الحاجات اللي كنت بعمل بيها جلوكوز من نون كربوهيدرات سورس الامينو اسيدز، فانا بستغل الامينو اسيد، يعني غياب الانسولين في الناس الديابيتك هيخلي الامينو اسيدز تمشي في سكه تصنيع الجلوكوز. خلاص فده بيساعد اكتر على ان ايه هيعانوا من يعني من نقص البروتين سينثيسيس. خلاص نقص البروتين سينثيسيس، لان مكونات البروتين اصلا انا باخدها بستخدمها في حاجات تانية زي عمليه الجلوكونيوجينيسيس، اخد الامينو اسيدز استخدمها في عمليه الجلوكونيوجينيسيس، وبالتالي الناس دول هيبقى عندهم ايه بقى؟ خلاص ما فيش بروتين سينثيسيس، فهيبقى عندهم ويكنس اند ويستنج للماسلز، هيبقى عندهم ديلايد هيلينج للوونز. الناس الدايابيتك بيعاني جدا من ديلايد هيلينج اوف وونز، ما فيش بروتين، ما فيش كولاجين، ما في تصنيع البروتينات الهامه في الووند هيلينج، هتبقى مش ما هتبقى ضعيفه جدا. خلاص عشان كده الناس الدايابيتك اول ما يتعوروا، الناس اللي هم سيفير دايابيتك، انا بتكلمش عن الناس الدايابيتك اللي هم العادي اللي بياخدوا اورال هايبوجلايسيمكس والدنيا عندهم الجلوكوز ليفل مظبوط بالجرعات العاديه، دول ان شاء الله يعني ما بيعانوش من حاجات، يعني ممكن يعيشوا نورمال لايف عادي جدا. انما في ناس يعني بيبقى عندهم مشكله في الكنترول بتاع الجلوكوز ليفل، فدول هيعانوا بقى من المشاكل الجامده اللي احنا بنقول عليها دي. طيب delayed healing of wound زي ما قلنا، الناس الدايابيتك لما بينجرحوا بيبقى صعب جدا الجروح بتاعتهم تلتئم. خلاص طيب وهيبقى عندهم برضو decreased resistance to infection، مش هي يعني اي infection عندهم مش هيعرفوا to resist it بسهولة زي الناس النورمال. ليه؟ هي الانتي بوديز دي ايه؟ مش انتي بوديز دي بروتينز؟
هو برضو ما عندهم نقص في تصنيع البروتينات اللي هي من ضمنها الانتي بوديز، لان ما عنديش امينو اسيدز، الامينو اسيدز ابتيك اند بيبقى ضعيف، وبستغلها في تصنيع ايه الجلوكوز عشان عملية الجلوكونيو جينيسيس. الجدول دوت مش مشكلة يعني، كفاية بس تعرفوا اللي انا قلته لكم، هو تقريبا تجميعة للكلام اللي احنا قلناه للميتابوليك افكت بتاع الانسولين على الكربوهيدرات والليبيد والبروتين، ده تجميعة. ممكن نكتفي بالكلام اللي موجود في السلايدز وخلاص. طيب تعالوا نشوف commonly employed terms regarding الجلوكوز. البلازما جلوكوز analyzed at any time of the day، لو جبت اي واحد كده عشوائي في اي وقت من اليوم وقلت له تعالى اما اعمل لك اشوف لك البلاد جلوكوز ليفل بتاعنا من غير اي بريباريشنز ولا أي يعني، مع جاي كده هوت فجأة قلنا هنقيس نسبة الجلوكوز في الدم، ده بقول عليه random blood glucose test. خلاص random كده حاجة اللي هو السكر العشوائي اللي احنا بنقول عليه. طيب الشوجر استيميتد بقى في الايرلي مورنينج قبل ما ناخد البريكفاست بتاعنا، ده بقول عليه فاستنج بلازما جلوكوز، يعني اقول له تعالى صايم. خلاص صايم يعني ايه؟ يعني اوفر نايت فاستنج من 8 الى 12 ساعة، ده بقوله يجي صايم من 8 الى 12 ساعة واخد له البلاد سامبل واعمل عليها اشوف البلاد جلوكوز ليفل، ده بقول عليه فاستنج بلاد جلوكوز تيست. خلاص يبقى في راندوم بلاد جلوكوز تيست وفي فاستنج بلاد جلوكوز تيست. طيب لو قلت له بقى روح كل بعد ما عمل الفاستنج ده وتروح كل وتعالى 2 hours after a good meal، ده بقول عليه ايه بقى؟ بوست برانديال بلاد جلوكوز تيست. بوست برانديال يعني 2 hours after a good meal، اكل كويس بعديها بساعتين اخد له السامبل واقيسها، ده اقول عليه ايه؟ بوست برانديال بلاد جلوكوز تيست. طيب في حاجة برضو كمان مهمة عايزين نعرفها، ان لما البلازما جلوكوز ليفل يقل اقل من 50 مللي جرام بير ديسي لتر، دي مشكلة كبيرة، this is a very serious condition، ممكن تؤدي إلى death على طول. خلاص فعشان كده الناس اللي هم الديابيتك ممكن يدخل في كوما، يدخل في كوما. الكوما في الناس الديابيتك ممكن تبقى هايبر جلايسيميك كوما أو هايبو جلايسيميك كوما. خلاص الهايبو جلايسيميك كوما دي اللي تخوفني جدا، الهايبر جلايسيميك كوما ما بخافش منها قوي، لان هتعامل معاها هدي انسولين والامور هتظبط يعني، والجلوكوز ليفل هيقل والامور هتظبط. الهايبر جلايسيميا اخاف منها بس على اللونج ران، مشاكلها بقى مشاكل الدايابيتس اللي احنا قلنا عليها اون ذا لونج ران. خلاص سواء مشاكل فاسكولار سواء مشاكل يعني لخبطه الميتابوليزم بقى اللي احنا قلناها دي كلها، دي بتبقى على اللونج ران. انما بالنسبه لي ودخله طبعا في كوماز، هايبر جلايسيميك كوما زي ما قلنا، انما اللي اخاف منها اللي تؤدي الى ديس، هي ديس يعني على طول وفي فتره قصيره جدا يحصل ديس، هي الهايبوجلايسيميا. عشان كده لو واحد دايابيتك ودخل في كوما وانا دلوقتي مش عارفه اتصرف ومش عارفه هو هايبوجلايسيميك كوما ولا هايبر جلايسيميك كوما، ما هو واحد دايابيتك ممكن يجي له هايبوجلايسيميك كوما، ممكن ياخد حقنه الانسولين وينزل جري لاي سبب إن كان من غير ما يكون واكل كويس فيدخل في هايبوجلايسيميا. خلاص فساعتها اتعامل معاه ان هو هايبوجلايسيميك كوما وادي له اي حاجه فيها سكر، فهو فيها جلوكوز يعني، لان لو هو حتى هايبر جلايسيميك فحبه الجلوكوز دول مش هيأثروا عليه، ما هو كده كده هايبر جلايسيميك لحد ما يروح بقى الهوسبيتال ويتصرفوا معاه هناك، هم اللي هيحددوا هايبر ولا هايبو. انما انا ممكن لو هايبو ممكن بحبه الشوجر اللي انت هتديهم له دول لايف سيفنج. خلاص طيب the ability of a person to metabolize a given load of glucose، قدرتك ان انت بقى تتعامل وتعمل ميتابوليزم الكمية جلوكوز هديها لك، ده بقول عليه جلوكوز توليرانس. انت جلوكوز توليرانس the capacity of the body to utilize glucose، انت هتقدر تستخدم جلوكوز ولا ايه؟ تحملك للجلوكوز ازاي؟ هو ده الجلوكوز توليرانس. طيب الناس اللي عندهم دايابيتس بقى بيبقى عندهم decreased capacity to utilize الجلوكوز. خلاص طب ده اقيسه ازاي؟ اقيسه بتيست اسمه الاورال جلوكوز توليرانس تيست. خلاص اورال جلوكوز توليرانس تيست هو باختصاره كده او جي تي تي، اورال جلوكوز توليرانس تيست، دوت هايلي يوسفول تو دايجنوز الدايابيتس ميليتس في الداوتفول كيسز، يعني في كيسز كده تبقى محيره هو عنده دايابيتس ولا ما عندوش دايابيتس، شويه تلاقيه عالي وشويه تلاقيه نورمال
دول اعمل لهم الاورال جلوكوز توليرانس تيست الداوتفول كيسز. انما الطبيعي احنا كده عامه يعني ماشيين ازاي، يعني ماشيين ازاي كده في عامه يعني كسكرينينج، عايزه اطمن على نفسي، لا بروح اعمل تحليل صايم اللي هو الفاستنج ماشي، وبعد كده ارجع لهم تاني اكل وارجع لهم تاني اعمل لهم التو اورز بوست برانديال، خلاص ده كده بعمل سكرينينج اطمن على نفسي. طيب عملت الفاستنج وعملت البوست برانديال بس النتائج يعني قريبه من ان هي تبقى عاليه شويه وعندك سيمتومز، فالطبيب بتاعك شايفك ان انت داوتفول كيس، يطلب منك بقى تعمل ايه الاورال جلوكوز توليرانس تيست زي ما هنشوفه دلوقتي. طيب ازاي بنعمل بقى الجلوكوز توليرانس تيست؟ طبعا هيجي البيشنت هيجي صايم اوفر نايت فاستنج من 8 الى 12 ساعه، خلاص هيجي مثلا الساعه 8 الصبح، ناخد منه سامبل اوف بلاد وهو صايم كده لسه ما عملناش اي حاجه، اول ما يجي على طول اخد منه سامبل اوف بلاد واخد منه كمان يورين سامبل، خلاص بلاد اند يورين سامبلز قبل ما نبدا اي حاجه خالص، ده بنقول عليه الزيرو اور سامبل. طيب بعد كده اخدنا منه السامبلز دي بقى نعمل له جلوكوز لودينج، نديله جرعه جلوكوز، نديله 75 جرام جلوكوز تقريبا في كوبايه ميه 250 الى 300 مللي من الميه كده. بالنسبه لو طفل بنديلهم بقى الجلوكوز، الجرعه بتبقى تقريبا 1.75 جرام لكل كيلو جرام بادي ويت، يعني نوزنه ونديله بقى لكل كيلو جرام تقريبا 1.75 جرام. اديناهم بقى الجلوكوز دوت يشربوه كده، طبعا في ناس ما بتقدرش تتحمل الجلوكوز الكتير دي، يعني كمية كبيرة من الجلوكوز فما يقدروش يشربوا الكمية دي كلها، فبيحسوا ان هما يبقوا عايزين يعملوا فوميتنج، فنقول لهم بقى يشربوه بالراحة كده سلولي على 5 دقايق، او ساعات بيعصروا عليه ليمونة، يدوا اي حاجة فليفرينج للسوليوشن دوت عشان يقلل التندنسي تو فوميت. طيب يبقى جه صايم، اخدنا منه عينات بلاد ويورين، وبعد كده ادينا له الجلوكوز لود دهوت، وبعد كده بقى افضل اخد منه عينات بلاد ويورين في intervals of 30 minutes، كل نص ساعة اخد منه عينة بلاد وعينة يورين، خلاص بعد ما اخد الجلوكوز لمدة قد ايه؟ لمدة ساعتين، لمدة ساعتين كل نص ساعة اخد عينة بلاد وعينة يورين. طيب لو واحدة حامل ما خدش منها بعد نص ساعة، لا اخد منها بعد ساعة ولمدة 3 ساعات، يعني مش لمدة، واخد يعني بعد ساعة ابدأ اخد العينة اللي هي الاولانية بتاعت البلاد واليورين، وبعد كده ما اخليش التيست عندها ساعتين، لا اخليه عندها 3 ساعات. ليه بقى؟ ليه الستات الحوامل بنزود لهم الانترفالز دهيت؟ لان الستات الحوامل بيبقى عندهم بروجستيرون، كميه بروجستيرون عندهم بتبقى عاليه. طيب البروجستيرون ده بيقلل الكونتراكشن بتاع السموث ماسل، صح؟ طب ما هي اي ست حامل عايزين الكونتراكشن بتاع السموث ماسل يقل عشان طبعا ما يحصلش تران كونتراكشن في اثناء فتره الحمل. بس من ضمن السموث ماسلز برضو الجاستريك ماسلز، خلاص وبالتالي بيبقى عندهم ديلايد ابزوربشن، بيبقى عندهم سلو جاستريك ايفاكويشن، فالديليد ابزوربشن دوت، فانا استنى عليها مش نص ساعه على طول واروح واخده العينات، لا استنى عليها ساعه وايه وناخد منها عينات البلاد واليورين، خلاص. طيب وبعد كده ناخد العينات دهيت اللي احنا اخدناها، احنا كان بقى الناس النورمال ناخد مش البريجننت يعني، ناخد العينات دي وكل نص ساعه ونشوف البلازما جلوكوز ليفل فيهم، وبرده نشوف اليورين هل في جلوكوز ولا لا. طيب لو كان واحد نورمال بقى ادلت، المفروض الاقي الجلوكوز ليفلز تبقى ايه؟ المفروض وهو صايم تبقى النسبة تقريبا من 70 الى، هتلاقوا بقى كتب كاتبة 105، هتلاقوا كتب كاتبة 110، هنشوف الموضوع ده دلوقتي، يعني تقريبا من 70 ل 110 مللي جرام بير ديسيليتر، بعد نص ساعة يعلى شوية نلاقيها من 110 الى 170 مثلا، خلاص هقول لكم الارقام اللي تحفظوها بس امشوا معايا دلوقتي ونقول بس ايه اللي نحفظه. بعد ساعة هنلاقي عل بقى قوي من 120 الى 170، بعد ساعة ونص 90 دقيقة تبدأ تقل تاني بقى من 100 الى 140، وبعد ساعتين خلاص نرجع تاني 70 الى ايه 120 تقريبا. طب ايه اللي خلى يحصل انكريز بعد نص ساعة وساعة؟
وايه اللي يعني ليه زاد وليه قل. الانكريز دوت نتيجه طبعا حصل ابزوربشن اوف جلوكوز. طب والدروب نبدا نقل تاني ليه بعد ساعه، بعد ساعه ونص وساعتين نرجع تاني. الدروب ده بيحصل بقى، ما خلاص ما هو حصل ابتيك وحصل يوتيلايزيشن للجلوكوز باي تيشوز خلاص، وكمان حصل زياده في الانسولين سيكريشن نتيجه لزياده البلاد جلوكوز وهكذا. ده الشخص النورمال. وكمان الشخص النورمال ولا عينه من عينات البلاد من عينات اليورين بتاعته الاقي فيها جلوكوز، نو جلوكوزوريا اوكيرز ديورينج ذا تيست. ده واحد نورمال خلاص، واحد نورمال الفاستنج بتاعه من 70 ل 105، او زي ما قلنا من 70 ل 110. البيك بتاعته حصلت بعد ساعه، بعد ساعه ونص يبدا يقل، بعد ساعتين نرجع نورمال، نرجع اكننا زي فاستنج خلاص، وما فيش ولا عينه يورين نزل فيها جلوكوز خلاص. ده بالنسبه للناس النورمال. طيب دلوقتي بقى بيقال يعني ال WHO دلوقتي بتقول ان انا ممكن اخد بس تو سامبلز، ما اقعدش اخد كل نص ساعه كده، اخد تو سامبلز بس كافيين، اللي هي الزيرو سامبل اللي هو جاي صايم يعني، واللي هي تو اورز بعد ما اخد الجلوكوز لود، واليورين سامبلز برضو اجمعها وما لاقيش فيها ايه ولا جلوكوز خالص فوق اي واحده فيهم خلاص. بيقولوا ان ده كافي يعني، ان هو تو كوركت اسسمنت اوف، ده كافي للكوركت اسسمنت اوف ذا بيشنت. انما في حالات suspicious برضو الطبيب بيبقى عايز يشوف فيها بالظبط بعد نص ساعه وبعد ساعه وبعد ساعه ونص وبعد ساعتين ايه اللي حصل خلاص. طيب النورمال فاليوز بقى، انا قلت لكم ارقام كتير كده لان هي مختلفه من حد لحد. ال WHO مثلا بتقول لك ان النورمال بيرسون الفاستنج جلوكوز بتاعه من 70 ل 110، بس دلوقتي حاليا الترند يقول لك values فوق المية، ما وصلش 110 دي، values فوق المية تبقى suspicious. يعني انت ممكن تطلع 110 بس انا شاكة، يعني الدكتور بقى شايف حاجات تانية شاكك، يعني شايف مثلا history of diabetes في العيلة، شايف ما يحبش بقى يمشي على النورمال قوي ده خلاص، يبقى فوق المية بيعملوها اكنها ايه suspicious case. مثلا الريكومنديشنز بتاعت الامريكان دايابيتيك اسوسيشن بتقول لك الابر ليميت بتاعها 100 خلاص. فوق ال 100 البيرسون دوت ياخد باله بقى، يعمل فولو اب تو بي فيرذر تيستد بيريوديكالي. زي ما قلنا بقى الارقام اللي احنا قلناها دي بعد الجلوكوز لود ده في التيست اللي انا بشوف فيه كل نص ساعه، ذا ليفل رايزز اند ريتشز ا بيك بعد ايه، بعد ساعه، وبعد كده نبدا نقل تاني نوصل للفاستنج ليفل بعد ساعتين او ساعتين ونص ماكسيمم يعني خلاص. نتيجه زي ما قلنا ان في الانسولين هيطلع، و بعد الساعتين مع اليوتيلايزيشن ومع الابتيك واليوتيلايزيشن والانسولين ريليز نبدا نقل تاني الى نرجع للفاستنج. الجدول ده بقى بيقول لنا يعني الناس النورمال و وفي هنا كمان اللي هو الاي جي تي اللي هو امبيرد جلوكوز توليرانس خلاص، او له اسم تاني امبيرد جلوكوز ريجوليشن. الاول بالنسبه للنورمال بيرسون هلاقي عنده الفاستنج طبعا اقل من 110، والبيك بتاعته بعد ساعه تبقى اقل من 160، وبعد ساعتين المفروض يبقى اقل من 140 مللي جرام بير ديسيليتر. طيب الديابيتك، الديابيتك لا الاقيه الفاستنج اكتر من 126، والتو اورز اكتر من 200 خلاص. طيب امال ايه الامبيردو جلوكوز توليرانس بقى؟ الامبيردو جلوكوز توليرانس دوت ده واحد الاقي البلاد شوجر فاليوز بتاعته فوق النورمال انما مش دايابيتك، بيلوز ذا دايابيتك ليفلز، فوق النورمال انما بيلوز ذا دايابيتك ليفلز. طيب هو انا اشخص اصلا ازاي الكرايتيريا يعني بتاعت الدايابيتس؟ والله لو لقيت الفاستنج بلازما شوجر بتاعته اكتر من 126 اكتر من 126 بس on more than one occasion، مش مرة واحدة يعني، اعمل له تيست تاني والاقيه برضو اكتر من 126، ممكن في المرة الاولانية
عشان هو التيست دوت اجريسيف شويه، بنديله جلوكوز لود ونقعد ناخد منه سامبلز بقى كل نص ساعه يعني، فممكن يكون ستريسد اندر ستريس، واندر ستريس ده بيغير في نتائج التيست بتاعي خالص. ف on more than one occasion اكتر من 126 يبقى دوت ايه دايبيتك. لو الفاستنج بس ممكن اعتمد على الفاستنج، لو الفاستنج لقيته اكتر من 126 on more than one occasion يبقى ده دايبيتك، او لو لقيت ال 2 hours post prandial value بتاعته اكتر من 200، يعني دي الاقيها اكتر من 200 كده even in one occasion، يعني مرة واحدة بس لقيت ال post prandial اكتر من 200 ده دايبيتك ماشي. او لو الاثنين بقى، لو الفاستنج وال 2 اورز بوست برانديال اكتر من الفاليوز بتاعتهم اون ذا سيم اوكيجن، في نفس اليوم لقيت الفاستنج والبوست برانديال اعلى من يعني لقيت الفاستنج اكتر من 126 والبوست برانديال اكتر من 200 مره واحده بس كده، يبقى في الاورال جلوكوز توليرانس تيست يبقى ده ايه دايابيتيك برضه خلاص. طيب او لو واخده منه بقى عينه راندوم بلاد شوجر ليفل اكتر من 200 بس في كذا مره on more than one occasion ده برضو اقول عليه ايه دايابيتك خلاص. انما في الراندوم دوت اللي انا واخد منه عينه عشوائيه دوت ما اعتمدش على مره واحده، يعني ما اخدش مره الاقيها اكتر من 200 اقول ده دايابيتك، لا ده برضو more than one occasion خلاص. يبقى تاني الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعه الدايابيتس ميليتس، لو الفاستنج اكتر من 126 on more than one occasion، لو ال 2 hours post prandial بتاعته اكتر من 200 مره واحده بس even at one occasion، او لو الاثنين موجودين في نفس الاوكيجن في نفس المره الفاستنج عالي والبوست برانديال عالي خلاص ده دايابيتك. طب بالنسبه للناس الراندم بقى، مش بقى ما بعمل لهمش اورال جلوكوز توليرانس ليست ولا حاجه، انا بجيبه كده واعمله عينه عشوائيه اكتر من 200 بس كذا مره، يبقى ده ايه يبقى ده دايابيتك برضو. طيب التيست اللي احنا بناخد فيه العينات كل نص ساعه دوت ده بنقول عليه الكلاسيك تيست، الكلاسيك جلوكوز توليرانس تيست. انما قلت لكم بقى من شويه ان ال WHO ممكن بتقول برضو ان الفاستنج و 2 اورز بوست برانديال دي بيديني برضو كوريكت اسيسمنت، فده دي ده بنقول عليه المودرن تيست، او بيقولوا عليه ميني جلوكوز توليرانس تيست، ده فرق المودرن من الكلاسيكال. الكيرف ده مش مشكله يعني، ده بيوريني الناس النورمال الكيرف يعني ليه اللي المفروض الفاليوز بتاعه البلاد جلوكوز تبقى عامله ازاي. خلاص احنا عرفنا يعني الفاليوز بالارقام. انا قلت لكم ان احنا في الكلينيكال براكتس يعني الناس يعني عامل سكريننج في الكلينيكال براكتس، واحد عايز يطمن على البلاد جلوكوز ليفل بتاعه او الدكتور بتاعه عايز يطمن على البلاد جلوكوز ليفل، ما بقولوش روح اعمل اورال جلوكوز توليرانس تيست، انما بعمل له الفسيولوجيكال توليرانس تيست اللي هو ايه، اللي هو اقول له روح اعمل التحليل وانت صايم الصبح وبعد كده تروح تفطر خلاص هيفي بريكفاست، يعني بدل ما ياخد الجلوكوز لود امشي نورمال يروح ياخد البريكفاست بتاعه وبعد كده يرجع بعد ساعتين اقيس له اللي هو 2 اورز بوست برانديال خلاص، اقيس له البلاد سامبل ات 2 اورز افتر ذا ميل. ده الفسيولوجيكال توليرانس تيست خلاص. انما الاورال جلوكوز توليرانس تيست ده مختلف، ده اللي بيروح فيه اللاب وياخد ال 75 جرام جلوكوز ونقيس له كل نص ساعه وهكذا، دي ده حاجه وده حاجه. بس برضو في الفسيولوجيكال توليرانس تيست برضو ال 2 اورز بوست برانديال بتاعه لازم يبقى اقل برضو من 140، يعني الارقام مش هنختلف فيها خلاص. انما امتى بقى اطلب منه الاورال جلوكوز توليرانس تيست؟ زي ما قلت لكم بتبقى حاله محيره، يعني بيشنت عنده السيمبتومز suggestive of diabetes mellitus يعني وعنده كمان history family history of diabetes، و اعمل له بقى الفاستنج بلاد شوجر الاقيه مش مريحني يعني ما بين 100 و 126 خلاص اطلب منه الاورال جلوكوز توليرانس تيست. طب لو واحده حامل مثلا ولقيت عندها اكسسيف ويت جيننج ملحوظ وعندها مثلا باست هيستوري اوف بيج بيبي، مع الناس اللي هم الديابيتك في الحمل معروف ان الطفل بتاعهم بيجي ايه وزنه كبير خلاص اكتر من 4 كيلو، عندها باست هيستوري اوف كده، عندها باست هيستوري اوف ميس كارج، كل دي انديكيشنز تخوف شويه تخلي الدكتور يفكر ان الست دي عندها ايه دايابيتس ميليتس، او to rule out the benign renal glucosuria. يعني ايه بقى rule out؟ يعني استثني ان الراجل ده عنده renal glucosuria. يعني ايه renal glucosuria؟
يعني الراجل ده ما عندوش دايابيتس ولا حاجه، حتى بنقول عليه انوسنت دايابيتس، يعني دايابيتس بريء، يعني مش هو بريء من الدايابيتس. ازاي؟ او الرينال جلوكوزوريا، عنده لو رينال ثريشولد. يعني ايه بقى؟ يعني انا اصلا المفروض الرينال ثريشولد بتاعتي 180 مللي جرام بر ديسيليتر، يعني الكدني مش هتنزل الجلوكوز في اليورين طالما ما تعداش الليفل بتاعي 180 مللي جرام بر ديسيليتر. خلاص تعدى الليفل ده ابدا الاقي فيه جلوكوز في اليورين. ففي ناس بقى طبيعيا مولودين عندهم لو رينال ثريشولد، يعني ممكن تلاقي عندهم مثلا الثريشولد بتاعهم ده 120 او 110 او 100 مثلا، فهو تلاقيه عادي وهو فاستنج عادي عنده، وهو مش دايابيتك ولا حاجه، بس هو عنده مثلا الفاستنج ليفل بتاعه 110 والرينال ثريشولد بتاعته ايه 100، فهتلاقيه نازل جلوكوز في اليورين وهو مش دايابيتك. فده حاجه ليها علاقه بالكدني بقى، بالرينال ثريشولد بتاع الجلوكوزوريا. خلاص دي الانديكيشنز بتاعه الاورال جلوكوز توليرانس تيست. حاجه حاله محيره، عايز يعني تتراك قوي الابتيك والابزوربشن وكل نص ساعه جسمك اتعامل ازاي مع الجلوكوز. انما واحنا كده في العيادات في الكلينيكال براكتس بنطلب منه الفاستنج وبنطلب منه البوست برانديال. خلاص او ممكن هو في ناس تحب تطمن على نفسها كده تروح تعمل ايه راندوم بلاد جلوكوز، لقيته زي ما قلنا بقى في الكرايتيريا بتاعتنا لقيناه اكتر من 200 كرايتيريا، لقيناه اكتر من 200 في ال في more than one occasion، يبقى دوت على طول حتى لو random، يعني يبقى دوت على طول ايه diabetic. بس خلاص احنا كده خلصنا. بس احب بس اقول لكم حاجة اخيرة، ان في اذكركم بالانتي انسولين هرمونز. الانتي انسولين هرمونز، انا diabetes mellitus ممكن يحصل في حالات اللي هم الكوشنج سيندروم، الناس اللي بتاخد استيرويد ثيرابي، ده بنقول عليه استيرويد دايابيتس، الجلوكوكورتيكويدز زي ار انتي انسولين. خلاص الناس اللي عندها اكروميجالي عندهم زياده في الجروس هرمون which is انتي انسولين، ده بنقول عليه بيتويتري دايابيتس. خلاص الناس اللي عندها فيوكروموسايتوما، الفيوكروموسايتوما ده اللي هو الادرينال ميدالري تيومر، يطلع عندهم زياده في الادرينالين والنور ادرينالين البنفرين والنور ابنفرين. على فكره البريدومينانت افكت بتاع الابنفرين والنور ابنفرين على البيتا سيل از تو انهبيت الانسولين سكريشن. خلاص عشان كده الناس اللي هم بنقول عليه ده ايه بقى، بنقول عليه ستريس، ماشي ده غير الستريس دايابيتس، يعني الناس اللي عندهم في كروموسايتوما عندهم زياده في الادرينالين والنور ادرينالين. الناس بقى اللي في ستريس على طول كونتينوس اكسبوجر لستريس بيبقى عندهم ايه زياده في الادرينالين والنور ادرينالين، حاجه بقى ملهاش علاقه بالفيا كروموسايتوما. الناس اللي في ستريس يزيد عندهم الادرينالين والنور ادرينالين وبالتالي يقل عندهم، عارفين البريدومينانت افكت على البيتا سيلز تو انهبت الانسولين سكريشن، فالبرولونجد ستريس دوت او بيريودز اوف ستريس او البرولونجد بيريودز اوف ستريس تخليهم يبقوا دايابيتوجينيك. يعني نسمع كده ناس ان هو يقول لك ايه يعني اتعرض لزعل او زعل وجاله دايابيتس. ليه؟ الانتي انسولينز اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين عليت قللت الانسولين سيكريشن فزودت الايه، عملت لهم هايبر جلايسيميا كده مؤقته. على اللونج ران بقى دوت ممكن يعمل حاجه اسمها ستريس دايابيتس. خلاص نتيجة لزيادة الأدرينال سكريشنز، زيادة الأدرينالين سكريشنز وبالتالي يحصل لهم ستريس دايابيتس. مايلد دايابيتس ممكن يحصل في الهايبر ثايرويدز، برضو زيادة الثايرويد هرمونز تعمل لي مايلد دايابيتس. بس خلاص نكتفي بالقدر دوت. عايزاكم بس وانتوا بتذاكروا الدايابيتس تراجعوا معايا ضروري الانسولين ريسبتورز والميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين. Thank you and good luck.